لو رجع بيك الزمن تتمنى ايه؟ في ناس قالت لا انا مش عايزه ما تقولوا هنعمل ايه في المستقبل، قولوا ايه المشكله نقول نعمل ايه في المستقبل، ايه المشكله؟ خليني اقول لكم النهارده الحاجات الجميله اللي احنا هناخدها، وانا جبت ثلاث ردود صراحه اتعمدت ان انا اقولهم، انا كاتباهم طبعا عندي هنا هم عشان اقراه لكم زي ما هم موجودين. وسالنا البنات طبعا سؤال الرجال انا مش هقول لكم، مش هقول لكم اللي جاي لي على الخاص ايه من الرجال، لكن خلينا اقول لكم النهارده الكلام اللي جالي من مجموعه من البنات، وكان في ردود برضو لبعض الرجال، خليني اعلق لكم على كل حاجه. اول حاجه لا مش هناخد دلوقتي اللي احنا خدناه على الانستا، خليني اقول لكم الاول الحاجات اللي جات لي خاص عندي هنا الاول وبعدين ناخد على الانستا. تمام تمام على صفحة الفيس وصفحة الانستا كان موجود السؤال. بتقول انا بس نفسي يرجع بيا الزمن ونقول للناس اللي فقدناهم ان احنا بنحبهم كتير، انتوا غاليين علينا وجوه قلوبنا، نفسي يرجع بيا واقول لهم ان انا بحبكم، هم كانوا بيقولوا لنا ان احنا بنحبكم او انا بحبكم، وانا من جوايا عارفة اني بحبهم، بس خلوا بالكم بقى، بص النقطة دي عشان انا محتاجة، انا قلت التعليق ده انا لازم اعلق عليه، بس ما قلتلهمش كفاية ان احنا بنحبكم، بس نفسنا يرجع بينا الزمن ونقول ونعبر ونوصل لهم ان احنا فعلا بنحبهم. خلينا نشرح بقى نبقوا سواب بقى، خلونا نشرح، هو احنا ليه ما بنقولش؟ طب ما نقول، ما نقول قبل فوات الاوان، طب ما نعبر عن مشاعرنا للناس اللي احنا بنحبها، ما نقول اللي بنحبه نقول له احنا بنحبك. واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام صحابي، وصحابي معدي تاني والله لا انا بحبه فلان، النبي يعني انت بتقول للنبي ليه؟ معنى كلام النبي ورد النبي عليه يعني، قال هل اعلمته؟ يعني ايه؟ ما تقوليش انا مش انا اللي اعلم بهذا، روح قول له. فالحب يقال ويتفعل. ما هو الحب اقوال وافعال، ميزان غير ميزان، جناح يقطع جناح ما يطرش العصفوره، ما تطرش الطير، لازم الجناحين قول وفعل. فأنا دايما بقول كده، وده مش أول حلقة أنا بردد فيها الكلام ده، احنا جبناها بمفاهيم تانية مختلفة، وعبر عن احتياجاتك وعبر مشاعرك والاهتمام بيتطلب وكل القصص دي. قولوا، قولوا للناس قبل ما نفتقدها، قولوا للي بتحبوهم احنا بنحب، طبعا في حلال تعالوا تعالوا هنا لعشان تدخلونا في حارة وزاوية كده، لا في الحلال الناس اللي ينفع نقولها، الأب الأخ العم العيلة، العيلة المحارم من العيلة برضو، خلينا دقيقة في الكلام، الزوج ها أقول ليه أقول بعد فوات الأوان؟ مش هبقى لها أي قيمة. وفي حاجات، طب أنا عايز أقول لكم على حاجة تانية، إن في حاجات لما بتيجي متأخر ما بهاش لها طعم، هي لها وقت، لها وقت، بس أنا عن نفسي والله أنا بقول يعني اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش، واللي اتقال متأخر أحسن من اللي ما اتقالش، بس وقعه على النفس بيبقى أقل. والنقطة دي يعرفها كتير جدا جدا من النساء ومن الرجال صراحة. طيب فقبل ما نفقد الناس اللي بنحبها وما لقاهمش حوالينا وفقدوا لأي سبب أو بعدوا واتغربوا بأي سبب وأنا ما لحقتش أقول، لا نقول ونقول ونعرفهم، ونعرفهم إن إحنا بنحبه، نهج النبي هلا أعلمته، فما نقولش الأمر ده أو ما يبقاش موضع حصر أبدا. طيب في رد تاني يقول أنا نفسي أعيش حياتي اللي انا عايزها، اعمل اللي بحبه، تمام ايه المشكله؟ بتعملوا اللي انتوا بتحبوه طالما يرضي الله، ها مش هعيش حياه اللي فرض عليا المجتمع. الله والله الجمله دهيت لو اتحطت، سامحوني بقى عشان زوري رايح، لو اتحطت وتبروزت 10 على 10. ليه انت ليه نعمل اللي يفرض علينا الاخر؟ ما تعمل اللي انت عايزه. بيقول لك انا عندي 59 سنه، طب احنا هنستنى لحد ما توصل لحد 60 سنه امتى؟ اعمل اللي انت عايزه طالما في رضا ربنا، اللي انت عايزه اللي ربنا عايزه هتلاقي، اقسم بالله لو عملنا اللي ربنا عايزه هتلاقي نفسك حققت اللي ما كنتش تتوقعه اصلا ولا اللي كنت ممكن تحلم بيه في حياتك، وده شيء اساسي. ليه؟ طالما عندي احتياجات، كان يجي مثلا ايه عايز فين لما يجي مثلا يقول لك ايه، دايما اطلع من البيت واقول ده باب البيت ناسي المفتاح، انا نسيت اقفل البوتاجاز، انا مش عارفه عملت ايه، انا نسيت. فقرانا في الموضوع ده قبل كده، كنت ناقشت مع استاذ دكتور في علم نفس يعني في جامعه من الجامعات، وقال لي الامر دوت بيبقى له حاجتين، يعني عندها حاجات لم تحقق بعد،
فهي دايما حاسه ان في حاجه ناقصه، في حاجه ما تمتش، في حاجه، في حاجه كده. ده تفسير من ضمن تفاسير كتير، ان شاء الله نعمل لكم حلقه على الموضوع ده. لكن الاصل في الموضوع ايه؟ هو انا ما حققتش اللي انا، طب ما تحققه، طب ما تحط خطط وتعمل. بتفشل الخطه يا عم، حط خطه بديله. ما عملت ما مش احسن من ما بتعملش، اصل انا انجزت نص، مسدي نصه احسن من ما فيش. المهم يبقى لك هدف. ما ينفعش الواحد يعيش من غير شغف. انتوا عارفين العشر ايام اللي انا تعبت فيهم والكلام ده، وبعدين حياتي في الوضع الطبيعي اللي انا سليمه وبصحتي فيه ما فيش وقت، ما في، انا عايزه فوق الوقت وقتين ثلاثه. فلقيت مرة واحدة الدنيا هس كده وبتاع، ايه ده؟ مفيش، فين عجلة الحياة وفين الدنيا؟ الواحد ما يعرفش يعيش من غير شغف او هدف، او ان انت حاطط في دماغك ان في واحد اتنين تلاتة، ما بنعرفش. ولو الحياة خلت من شغفك او هدفك او اللي انت عايز تحققه، ما بتبقاش حياة. دي حقيقة على فكرة. ليه ما ليه ما ليه ليه وليه اعمل اللي يفرضوا عليا الاخرين؟ انتوا عارفين انا بره المنظومه دي تماما، انا بره منظومه اللي يملى عليا الاخرين، او اللي الاخر يملى عليا حاله ويملى عليا اموره. لا، ليه تملى عليا؟ طب انا فين نفوخي يعني؟ ما نمل على نفسي يعني؟ طب ما انا احط انا لنفسي الحاجات والاهداف والكلام ده. فحلو كان الرد ده. حاجه تانية من ضمن الردود برضو، رد ثالث، قال لك اتجوز يا ابني بدري ولو في فرصة. الكومنت ده جميل جدا، ولو في فرصة وخلي انك انت في فرصة انك تتجوز بدري اتجوز بدري، وخلي الفرق بينك وبين عيالك وقت صغير. ليه؟ عشان تعرف تصاحبهم وتفهم دماغهم. بقول الفرق بيني وبين ابني فوق ال 32 سنة، فرق كبير. شوف كم جيل ما بيننا، بحاول اصاحبه لا انا فاهمه ولا هو فاهمني، ودايما دوامة دايما كده. تفتكروا هعيش لحد لما أشيل أحفادي؟ الراجل بيتساءل، هي إيه اللي مخوفنا من الجزئية دي؟ اللي مخوفنا التجارب السلبية والسيئة للنماذج اللي حوالينا. دلوقتي أنا لما تيجي أفتح الواتش عندي كارثة، أو أنا بتفرج على حاجة وبعدين بتك عليها عشان أشوفها، وبعدين ببص ألاقي في تحتيها واتش 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 واتش، كل اللي جاي لي جاي لي الجرائم. اقول لهم ايه اللي بيحصل ده؟ ومحاكم وحاجات بهدله. انا هعلق ان شاء الله باذن الله على لايف الخميس، استنوه، على جزء من موضوع الجرائم ده وحكم يعني من الاحكام اللي المجتمع عملها بطريقه غلط. ايه ده؟ ما الناس تخاف يا عم. انا جاي اللي بيقتل واللي بيعمل واللي بيموت مراته واللي رمى عياله واللي رمت معرفش واللي خانت، ايه ده؟ ايه ده؟ ما امر طبيعي يخافوا. لكن الزواج بدري، خلي بالكم، انا كنا اتكلمنا حلقه عن كده، اتجوز بدري، اتجوز بالقيل يعني، يعني مش شرط ولازم طبعا، بيقول لك في طقوس، اطلعوا بره الطقوس، كسر الاعراف اللي ما انزل الله بها من سلطان، كسروها. يكفي بيت وتقدر تجيب وتعرف تاكل وتشرب، وناس وراجل محترم وخلوق ويحافظ على بنت الناس، شكرا. ليه كده؟ لكن الهيصه اللي احنا بنشوفها دي امر صعب. طيب واحدة تانية من ضمن التعليقات، وبعد كده هناخد إن شاء الله الحاجات اللي جات لنا على الإنستا. أنا كنت جميلة جدا وكان بيتقدم لي كل يوم عريس. خلوا بالكم الكومنت ده. كلنا بشر مليانين عيوب. بتقول غروري خلاني أشوف نفسي كاملة والناس حواليا ما يستحقونيش لحد ما الزمن عدى طبيعي وعنست وبقيت لوحدي حتى جمالي راح. يعني حلو الكومنت اللي فيه عبرة، حلو الكومنت اللي بيبقى فيه عبرة. ليه؟ بنتعلم. ما فيش حد كامل، صح؟ وهي قالت كده، انا مش عارفه هي قالت الحل. ما فيش حد كامل، احنا مش مطالبين نغير بعض التغيير الجذري، لا، ندير بعض ونتعايش. ولو في تغيير هيفيدني انا كبني ادم سوي ودماغي سليمه هقبل التغيير. فده ده نوع من انواع الايه؟ ده نوع من انواع العقل الصح اللي بيفكر صح. إيه، لا الجمال باقي ولا في حد كامل ولا الكلام، ناخد من وانت نفس، وانت نفس الكلام.
ان شاء الله باذن الله يعني احتمال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي هعمل لكم هجيب لكم سكرينه كامله من جروبات بتتحط في جروبات الرجال وجروبات النساء. ده محطوط في جروب الرجال وهقول لكم مدى المغالطات اللي بيحطوها ويبسوها في عقل الشباب والرجاله علشان منظومه الزواج. بعبع بقى يقول لك طب انا عندي علاقات وبعمل ودي ببلاش واستغفر الله واستغفر الله وكذا ايه اللي. لكن بجد بجد يعني الواحد محتاج يعيد الموازين دي. خلينا ناخد عشان ما نزعلش الناس بتوع الانستا يعني تعبوا كتر خيرهم كتر خيرهم ماشي. خلينا ناخد التعليقات. ام زكي بتقول لو رجع بيا الزمن اكون من حفظ الكتاب الله. اما طلاب بتقول ادخل كلية شريعة وتخصص في الفقه والعقيدة والقراءات. الله ايه أمة الله الجمال ده. وادعو الله سبحانه وتعالى وانصر الاسلام بكل طرق والوسائل واعمل لديني حتى اموت. انا بحبك جدا يا أمة الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك اللهم امين. خالد خلاف خلاق والله خالد حلاق مزين. انتوا جايبين الكومنت يعني هو ده حقيقي البتاع ده. طب ما ده لا ما فيش عرايس يعني ده حرام الراجل يشتغل في الشغلانه دي. انا مش هقرا التعليق ده. بس هو كاتب انه يجمعني مع امي يعني وكذا فيعني المتوفاه انها تركه فراغ. ربنا يكرمك يا خالد وبلاش العرايس النساء يعني اشتغل مع الرجاله اشتغل مع الرجاله وربنا يكرمك ويرحم والدتك اللهم امين. تمام نعم يا عم ماشي بس البركه والله في القليل. انا لسه سامع كلمه البركه دي اعمل عليها حلقه. البركه في القليل. طيب غدا بتقول حفظ القران في عمر صغير صح صح وده كلام صح. ما اعرفش اسمهم ايه ده خيره توي الخيره ده ولا ايه يعني عدم معرفه بعض الاشخاص. اكيد في معرفه الاشخاص بتبقى كنز وفي عدم معرفه الاشخاص برضو بتبقى كنز. هنا ناخد حبه برضو من الرسائل اللي عندنا هنا. مين هي هنا طبعا ما شاء الله عليا. ساره حسن بتقول الحمد لله راضيه بكل حاجه. حاليا تزوجت وسني 16 سنه وخلفت 3 ولاد يفرحوا القلب. الله حلو الكومنتات المفرحه دي. اللهم بارك. وحاليا عندي 28 سنه والله وبكمل دراستي تاني وادخل كليه باذن الله. ربنا يكرمك يا ساره يا رب. معانا الدين جمال بتمنى اساعد جدتي على حفظ بعض سور القران. الله عليكم الله. بتمنى يا احمد ابراهيم عبد الرحمن وده احمد بتاعنا قدامنا احمد بتاعنا. اتمنى افضل في مصر الله. يعني اسراء جمال بتقول التزم بالصلاه تاني. تعليقات حلوه. ايمان رجب بتقول اتمنى ما اعملش اي ذنب عملته وانا صغيره. الفارس بتقول او حاجه احمد الفارس بيقول اتمنى لو اني اهملت ناس كتير وما اعطيت حد اهميه لحد ما يسوى. تمام والله ده كل شيء. طيب خلينا ده المحور الاولاني اللي كنت حابه اتكلم فيه ان احنا لو رجع بينا الزمن نتمنى ايه. لو هاخد من العبره وتسمعوا كلامي ارجعوا للقران. ولو في وقت وانت لسه عايش ابتدي يعني مش هتندم. خيري الدنيا والاخره. عايز دنيا قران عايز اخره قران. ربنا يجعلنا واياكم قران تفسير. انا عايز اقول لكم ان في ناس بتتعمق حتى في غريب القران. في طب انا اقول لكم على حاجه جميله جميله جدا. البلاغه في متشابهات القران عامله لي هسس في نافوخي. البلاغه في المتشابهات يعني بتاعه القران. وعندك البلاغه في القراءات بقى. يعني الكلمه دي في القراءه دي بتنقرا بكذا وفي القراءه دي بتنقرا بكذا. البلاغه هنا والبلاغه هنا حاجه. القران ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم منهم يا رب.